أفضل صور الاعتذار هو الاعتذار السريع، اعتذار البرق في نفس اللحظة في نفس الحالة. تأخير الاعتذار في غير موضعه، يعني الخطأ حصل الآن والاعتذار بعد شهرين ثلاثة أشهر، هذا خطأ يحتاج إلى اعتذار آخر. ومن الأخطاء المركبة في مثل هذا أن البعض لا يعتذر ويكتفي بطول المدة، يقول المدة طالت فما يحتاج اعتذار. هذا أيضا أقبح من سابقه.